واحد مش جديد في الترجي التونسي، بريسك 10 سنوات في الترجي التونسي، كل ثلاثة أيام نلعبوا ماتش. شفنا العباد الكل واقفة ورا الترجي، شفنا الجمهور واقف ورا الترجي جمعة كاملة. والحمدلله شوف تعرف توا أي واحد ينجم يحكي على التكنيك، أما ما ينجمش يوصل زادة يحكي على الفيزيك، شنو المواهب باش يقيم بهم اللي بدنيين حاضرين ولا، هذه الحاجة الأولى. مش أي واحد في بلاتو نجم يقيم الترجي حاضرة بدنيين ولا، كي أنا كبريباراتور فيزيك عندي جي بي إس، عندنا سويفي زادة مع عثمان نجار الإنستات، نجم نطلع 20 مينوت الأخرى 25 مينوت الأخرى، لي دويل غاني، لي دويل بيردو، لي زون هات انتونستي، الفيتيس وكل شيء، دونك فما كريتير نبنيو عليهم. هلا غالب ديما في تونس فما تقييم عشوائي، الناس كل تفهم في الفيزيك، تفهم في كل شيء، دونك الحمد لله احنا ما نتكلموش برشا، دونك كما شفنا اليوم ربي وفقنا وكان اللاعبين حاضرين على مستويات كل المستوى البدني الفني الذهني، مش برمجه تاع صبري بركه، برمجه تاع اطار فني واطار طبي، الحمد لله السيمانه هذه كانت ريتم مديري، ما فماش دي سيونس هوت انتونسيتي ولا فما ترافاي فيزيك سبيسيفيك، نعرفوا لي جوارات موتيفي 200%، الحمد لله ربي وفقنا، دونك واحد مش جديد في الترجي التونسي بريسك 10 سنوات في الترجي التونسي، كل ثلاثة أيام نلعبوا ماتش، الحمد لله ربي وفقنا وكالعادة العمل والصمت. أول حاجة تو في رمضان شفنا كل ثلاثة أيام 40 ماتش وبريسك 95% من اللاعبين سوف لي زيترونجي مشهم صايمين، دونك الناس الكل كانوا صايمين، نعرفوا اللي رمضان وسيرتو تروازيام سيمين وكاتريم سيمين تاع رمضان تقلق على جاهزية لاعبية تاع جوارات، دونك حكينا مع الإطار الطبي وسيرتو مع المدرب على أساس باش يكون تورنوفر، عاوننا في برشا حاجات، سيرتو غاديك لعبنا ماتش الليل تقلقنا شويه خاطر هما شباب الوزداد يلعبوا الماتشويات 10 تاع الليل دونك ما لعبوش ماتشويات في رمضان، الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله من حسن لاحسن، نطويو الصفحه نتاع الشامبيونز ليغ ابارتير من غدوه، نحضروا ماتش تاع الكوب ومازال برشا عنا عمل ان شاء الله ربي وفقنا ان شاء الله. ربي ساعه كيما فرحونا جمعه كامله وقفوا معنا، الحمد لله رجعنا لهم شويه وان شاء الله نصلحوا اغلاطنا القدام وكل ماتش معناه ناخذوه ماتشو. الحمد لله جايين بعد التوفيق من عند ربي، ان شاء الله ديما واحد موفق وان شاء الله يخدم على روحه ديما يقدم القدام. ماتش بتبيع باش يكون صعيب، انا قلت لك نحن نحاولوا كل ماتش ناخذوه ماتشو، عندنا ماتش طوال من بعد عندنا ماتش الاهلي نركزوا فيه مليح وان شاء الله نقدموا حاجه باهيه وجروب عندنا جروب باهيه معناها الناس الكل تحب بعضها، ان شاء الله يا ربي نوريو حاجه باهيه ان شاء الله الماتش الجاي. شفنا العباد الكل واقفه ورا الترازي، شفنا الجمهور واقف ورا الترازي جمعه كامله، شفنا ستاف تكنيك، شفنا اداريين، شفنا بريزيدون ما سلمش، كلنا طمعنا في الماتش هذا، الحمد لله كاليفيكاسيون بيان ميريتي، تخلينا توا نحطوا ساقينا على القاع ما نفرحوش برشا، عندنا ماتش نهار الاربعاء ماتش تاع كوب، كل ماتش وماتش بيان سور عندنا ماتش ماهوش باش يكون ساهل نهار الاربعاء. لازمنا نكونوا كونسونتري كيما قلت لك نحطوا ساقينا في القاع ناخذوا كاليفيكاسيون تاع الكوب التونيزي ومن بعد ان شاء الله واحد يخمم في الشامبيونز ليغ ان شاء الله. بون سي نورمال تصير لي بيلانتي واحد يضيع. بون فيكسي الغارديان مشى هو في كوان حطيت الكره على غالب. نتصور هذا ما يمنعش الحمد لله واحد عاون صحابه اليوم. عاون صحابه ما بخلش حتى قطرة عرق، الحمد لله كما قلت لك كاليفيكاسيون بيان ميريتي، وبالمناسبة هذيا نشكر برشا جمهور الترجي وسيرتو الملاعبية اليوم خاطر بالرسمي كانوا رجال في التيران. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي معنا لبقية المشوار إن شاء الله. باهي كنت هنا على يساوي تاعك خليل. لاباس تعبك هاو عندي برشا ما لعبتش. اللي عندي حطيته كيما الأولاد الكل، فيليسيتاسيون للجروب الكل. كما قلت لك ترجي راهي وراها جاره.